السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معي مرة أخرى في قناتي وقناتكم شهيواتكم. اليوم إن شاء الله البنات الشهيوة ديالنا غتكون سيجار بالجبن، كيف ما كتلاحظوا معايا ساهلين وكيجيو البنات لذاذ لذاذ بزاف. غنوريكم كذلك الطريقة كيفاش تخزنهم في المجمد، والطريقة باش ما يطرطقوش لكم لا في الفرن لا في الزيت. عندي هنا 200 غرام ديال الجبن الأبيض، خديت أنا الجبن ديال هذاك السطلة الكري. عندي هنايا 200 غرام مخلطه ما بين الموتزاريلا والجبن الاحمر. عندي هنا واحد الكميه من الشاركوتري محكوكه، وهنا لادان دفيمي مقطع هكا رقيق، شويه ديال الزعتر، صفر بيضه، شويه ديال الملح، غير واحد شويه لان عندنا هاد العناصر مالحه، وحتى هاد الجبن ديال هذيك السطله الكغي كيكون مالح، وشويه ديال الابزار، بالاضافه لورقه البسطيله اللي مقطعاها هكا على شكل ارباع. عندي هنا الورقه الكبيره مقطعتها هكا على شكل ارباع كيف ما كتلاحظوا معايا. ندوزو نوجدو الحشوة هي الأولى. بالنسبة للجبنة البنات استعملت أنا هذا، هو اللي استعملت صراحة لذيذ بزاف، وتقدروا تستعملوا أي نوع من الجبن ماشي بالضرورة هذا. غناخد شي معلقة هكا وغير غادية هكا نمزج هاد الجبن واحد شوية، ماشي نبقاو نمزجو حتى نجريوها البنات. صافي، وغادي نزيد باقي المكونات، غادي نزيد الأجبان، وغادي نزيد الشاركوتري، غنضيفو هاد العناصر كاملة وغندمجوهم مع بعض، الملح، الإبزار، صفر بيضة، وشوية ديال الزعتر كذلك. غادي نزيد صفر بيضة، قلبت كلشي في هاد الإناء الكبير حيت في الاناء الاول ما غاديش يبغي تخوف ليا كلشي. صافي، غادي نمزج هاد العناصر كلها. غنضيف البنات كذلك واحد المعلقه صغيره ديال النشا، نسيتها، انا غادي نجيبها ونضيفها. صافي البنات، دابا غادي نبداو نطويو لي سيجار ديالنا. غادي ناخذ هكا قطعة من الورقة، الجهة الرطبة راه كتكون بطبيعة الحال من التحت، وكنحاول ندهن هكا بشوية ديال الزيت إلا كانت الورقة هكا ناشفة شوية. أنا غندخلهم للفران إلا كنتو غتقليوهم بلا ما تدهنو الورقة. صافي، كناخد واحد الكمية من الحشوة، هذا الشكل، وكنطوي. الورقه ديالي بحال هكا. صافي، وكنبدا الرولي. ملي نبداو البنات هكا الرولي وما نزيروش يدنا، يعني غير هكا نلويو بلا الزيار باش ما يطرطقوش لينا ملي نكونوا نقليوهم اولا ملي نطيبوهم في الفران، حيت الجبن مازال كيتنفخ. صافي، على هذا الشكل كيجيو لي سيغار ديالنا. غادي نكملهم البنات كاملين، نحطهم هنا حدايا جانبا ان شاء الله ونطلعهم. هنا البنات عندي بيضه وهذاك بياض بيضه اللي بقى ليا. تقدروا البنات في هذه الحشوه تستعملوا حتى جوج ديال صفار البيض على حساب الجبن كيفاش داير، واش قاصح ولا ما قاصحش. تقدروا توصلوا حتى لجوج صفار البيض ماشي مشكل، انا استعملت غير واحد حيت كانت البيضه كبيره.
دابا غادي ناخد السيكار ديالي، نبداو باول واحد خدمنا وغادي ندوزو كنشوفها واش كيبان لكم مزيان. غادي ندوزو مزيان في البيض، نستعملو ايد هكا البيض وايد هكا في لاشابلور باش ما نرونوش هكا الدنيا. صافي وغادي ندوز في لاشابلور بهذه الطريقه. دوزوها البنات من كل شي جهات حتى من الجناب، ضروري ضروري هذه المساله من الجناب بحال هكا. على هذا الشكل. وغادي نستف واحد البلاطو اللي نفرشاه بكيس بلاستيكي اللي غادي ندخلو ان شاء الله المجمد. هنا البيضه البنات راه زايد عليه شويه الملح وشويه الابزار، غير شويه. صافي البنات هنا بعد ما كملتهم كيف ما كتلاحظوا، صافي غنغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي. هنا فرشت ليهم كيس بلاستيكي في هذا البلاطو وغادي نغطيهم بكيس بلاستيكي اخر وندخلهم للمجمد ونخليهم حتى الغدا. انا صايبتهم دابا في الليل، غنخليهم حتى الغدا ان شاء الله ونطيب لكم شي وحدين منهم، والباقي غادي نخزنو في شي كيس ونديرو في المجمد. كنخليهم هكا مفارقين باش ما يتلاصقوش مع بعضياتهم كيف ما كتلاحظوا. صافي البنات هنا بعد ما جمدوا ليا غادي نجمعهم في هاد البواطه، وهنا ما كنفرق دابا بيناتهم حتى شي حاجه، غادي نخليهم غير هكا حيت صافي دابا راهم جامدين ما غيلتصقوا ما والو. الا بغينا نقليوهم كنكونوا مسخنين الزيت عاد كنجبدوهم من المجمد وكنقليوهم. الا بغينا ندخلوهم للفران كذلك كنكونوا مسخنين الفران ديالنا، غير كنجبدوهم مباشره كندخلوهم للفران. نقدروا نرشوهم بشويه الزيت ولا بلاش. انا غدا نطيب شي وحدين دابا ونوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجي. البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديالنا ديال اليوم، لي سيجار بالجبن. كيجيو البنات لذاذ ومحمرين كيف ما كتشوفوا، هادو راه غير في الفرن وكيجيو محمرين هكا. الا قليتوهم راه كيجيو يعني في الشكل ديالهم احسن واحسن. الناس اللي ما عندهمش مشكله مع القلي يقليوهم حتى هما راه كيجيو زوينين. واحد النصيحه البنات باش ما يطرطقوش لكم البريوات ديالكم اولا السيجار ديال الجبن في الفران، ما تكثروش لهم طياب بزاف. هادو راه غير بانوا لي تحمروا من التحت، طلعتهم قربتهم للنار اللي الفوق باش هكا ياخذوا هذا اللوي المذهب. صافي وخرجتهم. وحتى في القليان كذلك البنات يبانوا لكم تحمروا صافي كتحيدوهم من الزيت، حيت الا خليتوهم طابوا بزاف كي هكا كيطرطقوا لكم وكيخرج لكم الجبن وما كتجيكمش هكا الوصفه ناجحه. انا غادي القرمشه راه كاينه واخا غير في الفرن بهذيك لا شابلور، نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو. شوفوا ليا الجبن والتعليكه اللي كتكون فيهم. نتمنى البنات انهم يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.